النهاردة هنتكلم عن الماسكولوسكيليتال ديسوردرز والهيدك، وهنبتدي بالماسكولوسكيليتال ديسوردرز. يعني ايه ماسكولوسكيليتال؟ يعني اي كونديشن خاصة بالبونز، بالمسلز، بالتيشز، بالليجامنتس، بالجوينتس، كلها بتبقى في صورة بين. ده العرض اللي انت المفروض تسمعه في الصيدلية، في بين. بس هنتكلم واحدة واحدة عن كل بين وايه السورس بتاعه، لان على حسب ال WHO هي مهتمة بالماسكولوسكيليتال ديسوردرز، لان دي بتأثر على الحركة العامة للشخص. طيب انا بحب دايما نبتدي باوفر فيو عن الاناتومي، عن الجزء اللي احنا هنتكلم عن الكونديشنز بتاعته. طيب مبدئيا اول معلومة لازم نعرف جسم الانسان فيه كام عظمة، بون. هي عندنا 206 bones in the human body. طيب الجوينتس دي موجودة بس just عند the point of a contact between two bones. السيستم of the bones والجوينتس افادتهم maximize movement while maintaining stability. يعني في عندك حركة وفي نفس الوقت في stability في الحركة. هي عندنا نوعين مهمين من الجوينتس، السينوفيال جوينتس، ودول بيتيحوا للجسم الحركة بحرية زي اللي موجودين في الشولدر أو في النيز. هي الفايبروكارتيليجينس جوينتس، ودي بتكون immovable زي الموجودة في السكال، أو ممكن يكون ليها just limited motion زي الموجودين في السباينال فيرتبرا. طيب ايه المشاكل المفروض ان احنا هنتعامل معها concerning المسكولوسكيليتال disorders في الصيدلية، اللي انا هقدر ان انا اقدم فيها ولو نصيحة للمريض، او ان انا هقدر ان انا اتعامل بنون بريسكريبشن تريتمنت. اول حاجه وهي السبرينز، السبرينز دي هي الالتواءات، ودي دايما بتحصل لبعض الناس الاوبيز، يعني في زياده في الوزن، فحركه معينه عملها طلع سلم حصل التواء في القدم، او شخص بيمارس رياضه معينه عمل حركه عنيفه مش متعود عليها. تاني disorder وهو السترينز اللي هي شد العضل، وده بيحصل برضو في بعض الحالات بعض المرضى او بعض الرياضيين بيحصل لهم الشد العضلي ده. في sports injuries برضو ممكن ان احنا نتعامل معاه في الصيدلية، تجيلك لان حضرتك الوجهة الاولى للمريض في الحالات اللي هي اللي بنسميها non-prescription treatment المفروض تقدمه. mild rheumatic conditions، الحاجات اللي هي الالام الروماتيزمية البسيطة اللي بتكون مصاحبة ليها الم قليل او تصلب، زي الشخص مثلا يقولك انا جايلك انا رقبتي واقفة، ظهري في عندي مشكلة في حركة رقبتي، ودي من الحاجات اللي بتجيلك very common في الصيدلية. low back pain، وده من الحاجات الشائعة وبتيجي كتير في الصيدلية، ويجيلك الشخص يقولك متني على قدام وانت شايفه بعينك visual، او هو بيشتكيلك. والكومون ساين او الكومون سيمتوم في الكونديشنز دي كلها هو البين. طيب نخش واحده واحده في ايه هي السبورتس انجريز اللي احنا لازم نعرف عنها اتليست معلومات، حتى لو انا مش هتدخل بالمانجمنت فلازم اكون عارفه هي ايه. قلنا السبرين وهي الالتواءات، طب جت نتيجه ايه؟ سادن اور فايولنت تويست، حركه التواء مفاجأة وعنيفة جت ناحية المفصل، وده أدى للشد وأدى للالتواء بتاع الليجمنتس، وحصل فيها رابتشر للبلود فيسلز اللي موجودة في الأماكن دي، وممكن تلاقي تحت الجلد في نزيف ما بين الخلايا. السترين، السترين وهو الشد، وده بيحصل جرح للمسل للعضلة، وده بيكون بسبب زيادة overuse للعضلة، عشان كده بنقول عليها sports injuries. حد يعني عمل يعني قسي على نفسه في تمرين معين على مكان معين شد عليه، فالoveruse ده أدى للالتواء، وده ممكن تلاقيه visual ينتج عنه swelling، ممكن تلاقيه بدأت المكان ده يورم، وطبعا هيكون الألم المعتاد هو ده المصاحب للstrain. الfracture، الfracture ده الكسر، غالبا الكسور يعني احنا ملناش فيها طبعا، لان دي لازم يبقى يفضل المريض في وضع معين، دي حاجة بتبقى emergency ولازم يتنقل على طول في ساعتها بشكل معين بmeasures معينة علشان خاطر ما يحصلوش مضاعفات. الديسلوكيشن هو الحركة، يحصل displacement one or more bones ناحية المفصل، تغيير يعني حركة تلاقي العظمة اتحركت من مكانها، وده غالبا بيحصل ناحية المفاصل.
الكونتيوجن او البروز. البروز هي الكدمات، ودي بتحصل بالبلانت امباكت. يعني ايه بلانت امباكت؟ معناها ان في حاجة حصلت فيزيكال تروما في مكان معين، خبطة، شخص اتخبط، حصلت له حادثة، في حاجة معينة وقعت عليه، فده بيسبب ان الشعيرات الدموية يحصل لها دامج، ويبتدي البلود تستيب around the tissues ما بين الانسجة. والبروز دي بتكون normally minor، بتبقى بسيطة بس بتألم، فيه بيبقى ألم مصاحب ليها، ممكن ان انت تشوفها بشكل بسيط جدا فيجولي باللون اللي هو الازرق بتاع الكدمة المتعارف عليه، او اللي هو اللون البنفسجي اللي هو البيربل كولر دي، بس ما بيكونش في نفس اليوم، يعني في الايام اللي هي بعد الحادثة ما حصلت او الخبطة او الكدمة ما حصلت. طيب عايزين نعرف ايه السيمتومز او الساينز اللي ممكن تجيلك concerning the musculoskeletal conditions او the sports injury. بيكون في sudden and severe pain، ناخد بالنا بقول sudden and severe pain، اوكي، عشان السلايد اللي وراها هنتكلم على الجزئية دي. swelling، الشخص مش قادر يحرك رجله، inability to place weight، ولا حتى ان هو يقدر ان حد يلمسها. في extreme weakness، لان نتيجة السترينز بتلاقي ان الشخص مش قادر يقوم يقف على رجله، حاسس ان العضلة مش شايلاه، او العظمة لو فيها مشكلة، او الجوينت لو فيه مشكلة. الكرونيك انجريز، لو حاجة حصلت بقالها فترة، فكل ما الشخص يجي يتحرك او يدوس عليها او يمسك بايده حاجة على حسب مكان الانجري فين، هيحس كل مرة بالالم بيتجدد، وممكن بعد كده يلاقيها بدأت تورم. نيجي للسؤال الشهير بتاعنا، when to refer. وفي نقطة مهمة جدا لازم احب ان انا اوضحها، لما اقول when to refer معناها ان انا مش هقفل بقي وما اقولش ولا كلمة، ولا حتى ادي نصيحة للمريض، لا، انا هديله نصيحة لان انا عارف كصيدلي الميديكال education بتاعي، عارف الهيستوري، وعارف المرض ده ممكن يكون ينتج عنه ايه، فانا لازم اقنعه واقوله من فضلك انت هتعمل كذا، هديله management معين حاجة يعملها ممكن تكون non pharmacologic، واقوله على طول you have to refer، تمام، علشان النقطة دي عاملة confusion شوية. مش معنى كلمة ان when to refer ان انت من الباب للطاقة هتقوله يلا امشي روح للدكتور، تمام، احنا في شوية لينا contribution بسيط، بس طبعا العلاج الفعلي هيكون من جهة الطبيب. طيب بالنسبة للmusculoskeletal disorders، هنا انا هلاقي لو في severe pain، الشخص جاي يقولولي مش قادر، في severe pain، في swelling، في numbness، يبقى انا هقوله you have to refer، تمام، عشان دي حاجة general complaint كده، لو انت لقيت ان في شكوى فظيعة او الم رهيب غير محتمل من الشخص الجاي، او حتى كير جيفر، ممكن يكون حد معاه جاي يشتكي لك او يقول لك ان انا في مريض في البيت حصل له كذا، فلما هيقول لك ان الالم شديد اعرف على طول تقول له لا لازم يروح للدكتور على طول، تمام. وغالبا عشان تبقى عارف مفيش patient عنده severe pain هيجي لك لحد الصيدلية، تمام، غالبا البين بيكون محتمل اللي بيجي لحد الصيدلية، بس عشان تبقى عارف دي لمعلوماتك، حتى عشان لو انت سمعت من كير جيفر، اظن كلمة كير جيفر دي برضو تعرفنا عليها قبل كده، كير جيفر يعني الشخص اللي بيبقى مصاحب للمريض او صاحب للحالة، احد من البيرنتس، حد مثلا looking over him زي نيرس، او حد بيبقى قاعد معاه، فهو ممكن يجي لك الصيدلية او يكلمك في الصيدلية ويقول لك ايه المشكلة اللي عند المريض ده. طيب ممكن تكون ان رجله مش قادرة تشيل ويت زي ما قلنا في السلايد اللي قبلها، احنا قلنا دي سيمتوم، بس هنا هقدر ان انا اعمل لها مانجمنت ولا لا؟ لا خلاص، يبقى كده في مشكلة حقيقية حاصلة في رجلي. ممكن limb او hand، foot او digit ما فيهاش حركة، الimmobilization، يكون ان هو مش عارف ولا يتني ولا يحركها، دي معناها ان فيها مشكلة، ممكن يكون فيها فراكتشر. طيب old injury وحصل لها swelling، يبقى معناها ان هي ما حصل لهاش علاج بالشكل الكافي، بدأت تورم. ممكن تكون old injury بدأت ترجع تاني توجع، بدأت يحصل فيها ألم من أول وجديد بعد ما كان الألم مثلا راح. احنا ما بنتكلمش على ان احنا عارفين الحالة، احنا بنتكلم على شكوى جاية لنا، اوكي، الحالة اللي دي هتجيلك على طول في ساعتها هتبقى mild pain وهي قدام عينك هتقدر تشوفها، انما الحاجات اللي هي old injuries دي ممكن تكون شخص جاي يحكيها لك او caregiver بيحكيها لك، عشان النقطة دي لازم تكون واضحة، ما تعملش نوع من confusion. طيب الجوينت فيلز ابنورمال او انستابل، حاسس ان المفصل، ودي دايما بتحصل في بعض الرياضيين، حاسس ان المفصل بيتحرك، المفصل مش في مكانه. طيب
ايه بقى النون فارماكولوجيك تريتمنت اللي انا هقدر هقدمه؟ لو الانجوري دي كانت ماينر، يعني ما هياش تبع الحاجات او الكونديشنز اللي لسه قايلينها في السلايد اللي فاتت اللي قلنا ان هي يو هاف تو ريفير، هنعمل حاجه اسمها الرايس ميثود. ايه الرايس ميثود دي؟ كل letter في كلمة rise stands for certain management. ال R stands for rest, I for ice, compression for C, elevation for E. الميثود دي الغرض منها ال goal هنا to relieve pain. هتلاقوني هنا انا ما حطيتش سلايد ال treatment goal، لان هو احنا ما عندناش غير عرض واحد هنتعامل معاه هو ال pain. فانا ايه هدفي؟ ان انا هقلل ال pain to relieve pain، فده ال goal، goal of treatment. فهتقدر تعمله سواء كان بنان فارماكولوجيك او بفارماكولوجيك تريتمنت. ولازم تاخد في الاعتبار الحالات اللي احنا قلنا مش هنتدخل فيها، احنا بنتكلم على minor injury that you can contribute in management. وفي نفس الوقت ان انا ممكن بالرايس ميثود ده مش بس جاست ان انا هقلل البين، ده انا كمان هقلل السويلينج واسرع الهيلينج. التريتمنت هنا لازم تبتدي تحصل as soon as possible من بعد الانجري. ازاي؟ يعني at least 48 hours. تمام، عشان دي نقطة مهمة جدا، مش بعد 48 ساعة من حصول الانجري ابتدي اعمل الرايس ميثود. اوكي، اول حاجة وهي الريست، يعني انك انت تبتدي تنصح المريض ان هو يقلل الريجولر اكتيفيتي بتاعته. لو هو شخص مثلا بيروح مثلا شغله، بيمشي، شخص بيجري، ما حد رياضي، هبتدي اقوله لا، انت تقلل الحاجات اللي هي الريجولر اللي انت متعود تعملها وانت في النورمال ستيت بتاعتك. الايس، ان انا هحط ايس باج او كولد باك، حاجه ساقعه، على المكان اللي حصل له الاريا جاست فور 20 minutes. واتفقنا ان الكلام ده لازم يحصل في خلال 48 ساعه من حدوث الانجري. وقد ايه بقى التلت ساعه دي؟ تتكرر من 4 لـ 8 مرات في اليوم. الكومبريشن، وهو ان انا احط ايفن بريشر. خلي بالك حته ايفن دي مهمه جدا، عشان في بعض الناس بتسيء استخدامها او ما بتعملهاش مظبوط. ما ينفعش ان انا اضغط برباط ضاغط على المكان اللي فيه الانجري من حته واسيبه من حته تانية لوز، لا، لازم يكون في ايفن بريشر على الانجرد اريا عن طريق ان انا اعمل لها بايندينج، وده في الحاله دي بيقلل السويلنج. فاضل لنا الاليفيشن. نعمل ايه الاليفيشن ده؟ الاليفيشن يعني الرفع، المكان اللي حصل له الانجري يترفع على بيلو. بيلو يعني مخده، ولازم يكون ان الليفل بتاعها بيكون فوق الليفل بتاع الهارت. ويمكن اكيد معظمنا سمع الموضوع ده او شاف حد بيعمله قدامه، لان ده بيقلل الإديمة، الارتشاح. طيب احنا في الفارماكولوجيك تريتمنت مينلي احنا هنتعامل مع البين، فهنستخدم انالجيزكس سواء كانت اورال او توبيكال. في جزء الماسكولوسكيلتال هتكلم مينلي عن التوبيكال. الاورال هخليه كله في الهيدك، مش معنى ان انا كده مش هستخدمه في الماسكولوسكيلتال ديس اوردر، لا، انا ممكن هحتاج له، ولكن دي سكند لاين. الفيرست لاين في الماسكولوسكيلتال هو التوبيكال انالجيزكس. طيب نعرف ايه هما التوبيكال انالجيزكس او نون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز اللي بتستخدم؟ في عندنا اكزامبلز البنزيدامين، ديكلوفيناك، فيلبيناك، الايبوبروفين، كيتوبروفين، بيروكسيكام، and salicylic acid. دي كلها حاجات بتطلع without prescription. طب ممكن بس اديكوا هنت كده افكركوا هو ايه الميكانيزم اوف اكشن اوف النونستيرويدال انتي انفلاماتوري. دورها ان هي بتعمل بلوكج للانزيم اللي هو السايكلو اوكسجينيز انزيم، اللي مسؤول عن الفورميشن اوف البروستاجلاندين، وده المسؤول عن الانفلاماتوري سايكل. فهو بيعمل لها بلوكج، فبالتالي بيشتغل كانتي انفلاماتوري. just a small proportion من التوبيكال بريباريشن بيحصل لها بنتريشن سريع في السكن، واول ما بيحصل لها الابسوربشن بيبتدي يحصل لها افينيتي، بتروح على طول للتيشو اللي حصل لها الانجري. طيب الافكتيفنس بتاعتها بتكون لشورت بيريود، يعني ما هياش حاجه لونج تيرم تستخدم، يعني انا دهنت مره واحده فكافي بالنسبه لي، لا، انا ممكن ادهن من مرتين لثلاثه اثناء اليوم، وده على حسب الانجري بتاعي انه لازم يكون مايلد. تمام، عشان احنا اتفقنا عن القصه دي، احنا قلنا ما بنتدخلش في السيفير بين، ما بنتدخلش في حالات السويلنج، احنا جاست ان احنا نتعامل بالتوبيكال انالجيزكس في حاجات اللي هي بتكون فيها ماينور انجري، مايلد انجري. اي حاجه من الكلام ده يعتبر انترتشينجبل، يعني اقول لك مايلد هقول لك ماينور،
هو ده اللي احنا بنستخدم فيه التوبيكال انالجيزكس. اوكي طيب ايه ميزتها عن الاورال نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري، الحاجات اللي هي بتتاخد بيحصل لها ابسوربشن سيستميك، ان انا بلست ان انا بقلل السايد افكت اللي ممكن يحصل على الجاسترو انتستاينال تراكت زي ما هنشوف بعد كده في الهيدك. طيب الحاجات اللي هي التوبيكال دي بتكون licensed for treatment of backache, rheumatic, muscular pain, sprains and strains including sports injury زي ما قلناهم في بداية البرزنتيشن. And for pain relief تاني وبيؤكد على النون بستخدمها في الحاجات اللي هي النون سيريوس arthritic conditions، ما ينفعش ان انا استخدمها في حد بيعاني من severe arthritis، ما هواش it's off use، مش هيبقى في بالنسبة لي التوبيكال انالجيزكس ملهاش اي لازمة في الحالة زي دي. نكمل كلامنا عن التوبيكال نونستيرويد الانتي انفلاماتوري. they are generally well tolerated، عندهم سايد افكتس بسيط فقط للحاجات اللي هي بتكون ساليسيليتس او الاسبرينز عامة لو الشخص عنده حساسية تجاه الكومبوننت ده او الكومباوند ده، وده لازم يتعرف من انك انت تاخد هيستوري كويس جدا. البنزيدامين ملوش الكونترا انديكيشن ده او ملوش السايد افكت ده. البنزيدامين موجود في السوق باسم ديفلام، انا الحقيقة ما لقيتوش ان هو متوفر قوي في مصر، يعني ممكن بيجي مستورد في بعض الصيدليات، بس لازم يكون عندك المعلومة دي ان هو ما بيسببش اي حساسية. ما هوش برضو يصرح ولا للبريجننت ولا للبريست فيدينج ويمن ولا للتشيلدرن اندر ذا ايج اوف 14. طبعا نفس اللي قلناه قبل كده في السكين ديس اوردرز، لو انا بدي حاجه توبيكال موجوده في صوره كريم جل او موس او سبراي في الصيدليه، يبقى دي على حسب البريفرنس بتاع المريض او على حسب انا رؤيتي لاحسن ابسوربشن ممكن انا ان المنتج يحققه عشان يعالج الحاله او يقلل البين للمريض. مجموعه تانية من علاجات الماسكولوسكيليتال ديس اوردرز هي الروبيفيشنت، الحاجات اللي بتسبب احمرار في الجلد، بنسميها counter irritants، اعتقد كلكم درستوها قبل كده. The definition هي compounds produce local vasodilatation، الميكانيزم of action هو بيعمل ايه؟ هو vasodilator للمكان اللي حاصل فيه الانجري، فهيدي احساس of warmth في دفء، وده بالتالي هيدي نوع من الانالجيزيا وبيعمل ماسكينج للبرسبشن اوف بين، يعني ممكن الشخص ما يحسش بالالم بسبب ان المنطقه دي سخنت. كلهم موجودين في صوره ميكستشرز اوف سيفرال انجريدينتس، يعني نادرا لما تلاقي ان هو عباره عن كومبوننت واحد، ممكن تلاقيه عباره عن انه ساليسيليتس او نيكوتينيتس، او ممكن يكون عباره عن انه ميكستشر مع other natural products زي الكابسيكم، الاوليورازن، التربنتاين اويل، الكامفور او المنتول. بيستخدموا في حالات الاكيوت بين، الافكتيفنس بتاعتهم بتكون احسن من لو استخدموا في الكرونيك بين، هو بيستخدم في الحالتين ولكن احنا بنقول ان الافكتيفنس بتكون احسن في الاكيوت بين. هنتكلم عن الباك بين، وهو بالاضافه للسبورتس انجري برضو يعتبر من العرض المهم اللي بيجي في الصيدليه كماسكولوسكيليتال ديس اوردر، زي ما احنا شايفين في الصوره كده، شايفين الشخص بيشاور على الألم فين، شايفين البندنج بتاع السباين بتاعه ما هواش مفروض، بيحصل فين في اللور باك، وده بيكون كومن في الأدلتس، يعني ممكن ما تلاقيش ان الناس اللي هم او التشيلدرن او السكولرز اللي بيروحوا مدارس ممكن يشتكي من الباك بين الا لو في حاجة سبب، يعني شايل شنطة تقيلة او كده، انما هي مين بيحصل في الأدلتس اللي هو سنهم من 45 لتسعة وخمسين سنة. ما بنقولش الاولد ايج لان الاولد ايج دي ممكن تكون داخله في ارثرايتس، فاحنا بنتكلم على الباك بين المختص بالماسكولو سكيليتال ديس اوردر. دي بتحصل ايكوالي سواء كان مان او ومن، ما هياش فيها بيحصل بريفالنس ليها في جندر اكتر من الجندر التاني. من الكونتريبيوتنج فاكتورز اوف الباك بين هو اللاك اوف فيتنس، يعني بتحصل في العمر ده اللي بيكون الشخص ما بيتحركش، بيسوق عربية كتير قاعد طول الوقت، بنسميه sedentary lifestyle، قاعد ما هوش في حركة مستمرة، ما بيعملش تمارين للظهر بشكل يعني frequent، فده ممكن من الناس اللي بتكون عرضة ان يحصل لها الباك بين، او ممكن تكون occupational، احنا اتفقنا الناس اللي بيكون ليها sedentary lifestyle يعني قاعد طول الوقت بيشتغل على اللابتوب زي حالتنا دلوقتي،
او ان هو قاعد مثلا في مكتب طول الوقت قاعد متني بشكل معين، فده من الناس اللي هي بتتعرض للباك بين. طيب ايه الكوزز بتاعتها؟ ميكانيكالي يا اما ممكن يكون حصل سوفت تيشو انجري نتيجه سترين التواء معين للسباينال ماسلز او الليجامنتس، او ممكن تكون كومبريشن للنيرف روت، ضغط، حصل ضغط على العصب زي ما بيحصل في السياتيكا. السياتيكا دي اللي هي بنسميها عرق النسا، ودي بتحصل دايما بسبب الكومبريشن اوف ذا سياتيك نيرف due to slipped intervertebral disc، عند المنطقه اللي هي بتاعه الفيرتبرا في مكان معين بيحصل نوع من السليبنج او بيحصل ديسلوكيشن اوف ذس فيرتبرا، فبيحصل كومبريشن للنيرف اللي هو السياتيك نيرف، ويدينا الكونديشن بتاعه السياتيكا ويديك الباك بين برضو. يبقى احنا عندنا تو ميكانيكال كوزز، يا اما سوفت تيشو انجري او كومبريشن اوف ا نيرف روت. من الميكانيكال كوزز of a lower back pain هو soft tissue injury. طب انا عايز اعرف يعني ايه، طب اعرف منين الاعراض ان حصل soft tissue injury؟ هيكون الشخص ده وانت بتسأله في الهيستوري هتلاقيه ان هو رفع حاجة بشكل مفاجئ، حمل تقيل، عمل حركة مفاجئة twisting، فبدأ الالم يسمع من الظهر بالظبط كده. ناخد القصة واحدة واحدة ونفهمها علشان خاطر تبقى عارف تحدد المانجمنت. هيبتدي الالم من فوق البلفس بالظبط، من فوق الحوض، وبدأ يطلع لحد ناحية واحدة من السباين، سواء كانت ناحية الشمال او ناحية اليمين من الظهر، تمام. وبعد كده بدأ الالم يسمع ناحية الثاي في رجله، لدرجة ان هي ممكن يا اما تعوق الحركة، او هتخلي لو كان الالم بس من الجزء اللي هو ناحية السباين فوق البلبس، هتلاقي الشخص ده بيرتاح اكتر ان هو يرمي البوستشر بتاعه على قدام شوية، يبقى فيه نوع من الانحناء في وقفته الطبيعية. when to refer، دي من الحاجات اللي احنا دايما برضو بندور عليها علشان اعرف when to manage when to refer. لو الباك ايك ده او الباك بين ما هوش كان مرتبط بحركة، يبقى ممكن ما تبقاش المشكلة في مصل، المشكلة كانت في بون، يبقى في الحالة دي لازم المريض he has to refer to his physician. او ما هياش شايف obviously كده ما هياش مرتبطة بحركة عضلة، لا هي الالم ما بيشتكيش من عضلة، هو مش ماسك الجنبين بتوع الظهر، لا ده هو ماسك مثلا جاست عند السباين عند العظم. او ممكن يكون في اعراض اخرى بتوحي ان في مرض تاني او في مشكلة تانية، زي ايه مثلا؟ ممكن يكون في نيورولوجيكال سيمتومز زي النامنس، التنميل اللي احنا اتفقنا عليه ان هو من الحاجات اللي انا ما بتدخلش فيها لو حصلت في السبورتس انجري، هي نفس الكلام هنطبقه في الباك بين. او التينجلينج اللي موجود في اللاجز او الفيت بروبلمز، ده بالذات مختصه بالدايابيتك بيشنتس اللي بيكون عندهم نيورولوجيكال كومبليكيشن او نيوروباثي. او فعلا انا خلاص لقيت ان انا ما عنديش اي حاجه اقدر اعملها اكسكلوجن، واللو باك بين ده انا اقدر اعمله مانجمنت بحاجه توبيكال، بس ما حصلش امبروفمنت في الحاله والسيمتومز زي ما هي، يبقى برضو لازم المريض تو ريفير، بس انا عملت المانجمنت لمده 1 ويك. اوكي طيب اللور باك بين هينطبق عليه نفس اللي احنا عملناه في السبورتس انجري برضو، اللي هي الانالجيزيا بالاوفر كاونتر، اوفر ذا كاونتر نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، او ممكن حاجه نون فارماكولوجيك ان هو يحط وورم كومبريسز اللي هي القربه، حاجه سخنه عند الظهر كده تكون دافيه شويه، برضو بتقلل الاحساس بتاع الالم، اللي هي نفس الفكر بتاع الكاونتر ايريتنس او الروبيفيشنز، بس احنا بنعملها بحاجه نون فارماكولوجيك بالورم بوتل اوف ووتر. ازاي هقول للمريض او اعلمه ازاي ان هو ياخد باله من الحاله بتاعته بتاعه الباك ايك او الباك بين؟ هقوله انك انت ولا تتني بشكل مبالغ فيه، ولا تقعد على كراسي واطيه بحيث ان هو يكون ظهرك ما هوش في الوضع المفروض، ما حاول انك انت ما تقعدش فترات طويله، خليك as active as possible, continue your normal daily activities، مش خلاص انت قاعد بقى bedridden قاعد طول الوقت في السرير عشان انت عندك low back pain، ولازم تزود الphysical activity بتاعتك في الايام او الاسابيع القليلة اللي هي بيكون فيها low back pain. طب انا جبت النصيحة دي منين؟ انا عارف كويس قوي بعد ما عملت exclusion للحاجات اللي انا اعمل فيها referral، انا عارف ان هي ما هواش caused by serious illness، ففي الحالة دي هو هيروح لوحده، تمام؟ provided ان انا سألته واخدت history كويس وعملت exclusion للpoints اللي بتحتاج referral، تمام؟ في complementary therapy للback pain،
ايه هو الاكيوبانكتشر او المساج؟ الاكيوبانكتشر ده اللي هو الوخز بالابر، ودي حاجات بتتعمل عند الفيزيوثيرابيست اللي هو العلاج الطبيعي، بتبقى في صورة جلسات، يا اما بتحسن الحالة يا اما ما بتحسنش. ده بس ده ما بيلغيش الفارماكولوجيك تريتمنت ولا التحسين بتاع اللايف ستايل للبيشنت، دي حاجة زيادة للعلاج. وفي بعض الهيربال ريميديز لعلاج الباك بين زي عشبة معروفة باسم الديفلز كلو، ليها دوزز من 50 ميلي جرام او 100 ميلي جرام، ليها تريد نيم اسمه هارباجو سايد، ودي بتقلل البين. في اعشاب تانية طبعا بتستخدم للبين ريليف غير الديفلز كلو، في السالكس البا معروف باسم الوايت ويلو بارك، الكابسيكم، السوليداجو، التشيلنسس اللي هو البرازيليان ارنيكا. كفاية قوي ان احنا نعرف الديفلز كلو، بس ما تبقاش عارف ان هو ده الوحيد من الهيربال ريميديز، لا في اذر هيربال ريميديز وممكن تكون عدت عليكم في الفايتو. اوكي okay.